اليوم إن شاء الله رح ناخذ unit 7 lesson A. إن شاء الله اليوم رح ناخذ قاعدة جديدة اللي هي ال present continuous اللي هو المضارع المستمر. طيب رح ناخذ إيش هو ال present continuous، من إيش يتكون، وراح ناخذ النيجاتيف فورم اللي هو شكل النفي، او كيف تحولين الجمله الى نفي، وين تيوز ات، متى نقدر نستعمله، وراح ناخذ ان شاء الله تمارين من الكتاب. طيب اول نقطه، ايش هو المضارع المستمر البريزنت كونتينوس تنس؟ يقول لك present continuous tense refer to those ongoing or progressing temporary actions which are not completed at the time of speaking. إيش يعني؟ يقول لي إنه المضارع المستمر هو عبارة عن زي الأكشنز، الأنشطة أو الأفعال اللي تسوينها، لكن الأفعال هذه قاعدة تسوينها وباقي ما انتهت، حتى وأنا قاعدة أشرح لك إيش قاعدة أسوي باقي الأكشن ما انتهى، قاعدة تشتغلين عليه. يعني الشغل هذا أو النشاط اللي أنت قاعدة تشتغلين عليه يبدأ من المضارع، من الماضي سوري، يبدأ من الماضي وبرضه يشتغل في المضارع وباقي يكمل إلى المستقبل. كيف يعني؟ يعني أنا بديت قبل ساعة أشرح الدرس، أوكي؟ بدأت أشرح الدرس قبل ساعة، وأنا الآن باقي قاعدة أشرح الدرس، وباقي ساعة قدام عشان أخلص الدرس، فإيش؟ فأنا قاعد أشتغل على الدرس، صح ولا لا؟ إذن هذا هو المضارع المستمر اللي هو شغال من ساعة قبل، وباقي يكمل ساعة قدام، وأنا باقي قاعد أشتغل عليه. حلو، واضح. اذا هي الافعال اللي تبدا في الماضي وباقي قاعد تشتغلين عليها في المضارع وباقي بتشتغلين عليها في المستقبل، بتنتهي بعد ساعه او ساعتين. اذا هذه هي المضارع المستمر، هذا هو المضارع المستمر. زي ما تلاحظون هنا في خط الزمن قاعد يقول لك ان المضارع المستمر بدا لك من الباست وقاعد يشتغل في البريزنت وبينتهي في المستقبل. أنا بدأت الأكشن حقي أو الفعل حقي أو الشغل اللي قاعد أشتغل عليه بدأته في الماضي وقاعد أشتغل عليه الحين وباقي بشتغل عليه إلين المستقبل، يعني إلين ساعة قدام، إلين دقيقة قدام، أنا وأنا قاعد أشرح لك إيش قاعد أسوي باقي قاعد أشتغل عليه. أوكي، طيب مثال، قاعدة أقول I am teaching English. I am teaching English. يعني أنا قاعدة أشرح English. إذا أنا قاعدة أشرح English من متى؟ لي دقيقتين وأنا أشرح English، وأنا الحين قاعدة أشرح English وباقي لنا ساعة قدام عشان أشرح English. فهذا هو المضارع المستمر اللي شغال. حلو؟ طيب الحين عرفنا إيش هو المضارع المستمر. طيب نبغى نعرف من ايش يتكون المضارع المستمر. المضارع المستمر يا حلوين هو عبارة عن شيئين اساسيين في اي جملة، عبارة عن be و verb plus ing. be و verb plus ing عبارة عن فعل مساعد زائد فعل اساسي في صيغته الاولى، بس ايش اضفت عليه ing، أضفت على الفعل ing. إيش هي الأفعال المساعدة؟ اللي هي is, are, am. طيب بتفصيل أكثر من إيش رح تتكون الجملة يا بنات، رح تتكون لي من subject زي المبتدأ أو شيء أبدأ فيه الجملة، اسم شخص أو اسم لشيء أو ضمير فاعل، هذا هو subject اللي قد شرحت لكم، هو قبل. طيب is, are, am هي الأفعال المساعدة، تجي ثاني شيء، بعدين
الفعل صيغته الرابعة. إيش هو الفعل الرابع يا بنات؟ اللي هو عبارة عن الفعل زائد ing بعدين object اللي هي تكملة الجملة. حلو؟ طيب أمثلة، أمثلة أبغى أشوف مثال يشرح لي كيف تتكون الجملة. أنا عرفت إنها راح تتكون من subject، بعدين be اللي هي أفعال مساعدة، بعدين the plus ing، بعدين object أو the rest of the sentence تكملة الجملة. طيب أمثلة، يقول لي I am studying. I am studying. حلو، إيش يعني؟ أنا قاعدة أذاكر. أنا قاعدة أذاكر. I هو subject، am هو be الفعل المساعد، studying هو الverb ing. الverb ing يا بنات هو اللي يبين لي إن ال كيف أقول لكم يا ربي؟ إنه مضارع مستمر، يوضح لي الزمن، واضح إنه مضارع مستمر. ليش؟ لأنه الفعل زائد ing، وعندي am أفعال مساعدة، إذا فعل مساعد زائد verb ing هذا هو المضارع المستمر. طيب مثال آخر، she is cleaning her room. She is cleaning her room. إنها قاعدة تنظف غرفتها. حلو؟ إذن عندي السبجكت she، بعدين be الفعل المساعد is، بعدين الverb ing clean ضفنا عليها ing عشان تصير مضارع مستمر، توضح لي إنها قاعدة تشتغل الحين في غرفتها. her room، her room هذه تكملة الجملة، تبين لي إنها قاعدة تنظف. طيب تنظف إيش؟ غرفتها. طيب مثال آخر، he is eating breakfast. he is eating breakfast، قاعد يتناول أو قاعد يأكل الفطور حقه. حلو، he is eating breakfast. he هو subject بعدين الفعل المساعد is، eating اللي هو الverb ing الفعل زائد ing عشان يوضح لي المضارع المستمر اللي قاعد يشتغل عليه الآن، والbreakfast، breakfast يعني تكملة الجملة تبين لي إنه قاعد يأكل الفطور. breakfast يعني إفطار أو فطور. طيب they are packing، they are packing، they are packing يعني إنهم قاعد يجهزون شنطهم للسفر. packing يا بنات هو عبارة عن فعل، أوكي، يوضح لي إنك قاعد جهزين عفشك أو أغراضك للسفر، أوكي؟ باكينج معناته إنك قاعد تجهزين أغراضك للسفر أو تجهزين أمتعتك. حلو؟ طيب they هو السبجكت، are هو الفعل مساعد be، باكينج هو الفعل زائد ال ing اللي يوضح لي المضارع المستمر اللي قاعد يشتغل عليه الآن. طيب الحين واضح يا بنات تركيب الجملة كيف؟ أو كيف يتكون، أو من إيش يتكون المضارع البسيط، مو المضارع البسيط، المضارع المستمر. حلو، طيب مدام إنكم عرفتوا من إيش يتكون، ننتقل إلى صيغته اللي هي negative form، الصيغة المنفية. كيف أنفيها؟ طيب negative form بنات، انت تعرفون ان اي شيء منفي في اللغة الانجليزية لازم اضيف عليه not، صح ولا لا؟ not شيء ينضاف للجملة عشان انفيها، اخليها في صيغة النفي، not. طيب كيف اخلي المضارع المستمر جملتي اخليها منفية؟ انا اعرف ان المضارع المستمر يتكون من be و verb ing، كيف انفيه؟ اضيف not بين الفعل المساعد والفعل، أضيف not بين الفعل المساعد والفعل ing. حلو؟ طيب أفصلها لكم أكثر زي قبل، نحط الـ subject بعدين الفعل المساعد بعدين not بعدين الverb for اللي هو verb plus ing
بعدين تكملت الجملة. حلو، طيب ناخذ أمثلة عشان تتوضح لي أكثر. يقول لي he is not eating breakfast. He is not eating breakfast. She is not studying. They are not packing. حلو، شفتوا كيف قاعد أنفي الجملة يا بنات؟ أضيف not بين الفعل المساعد والفعل ing. واضح؟ إذن he is not eating. She is not studying. They are not packing. I am not teaching. كلها نفي. طيب بعد ما عرفنا إيش هو وتركيبه، رح ناخذ متى أستعمله. متى يا بنات أستعمل المضارع المستمر؟ في استعمالات كثير للمضارع المستمر، لكن أهم شيء عندي وأكثر شيء يستعمل اللي هو happening now، شيء قاعد يصير الآن. قاعد أتحدث يا بنات عن شيء قاعد يصير الآن، هو أكثر شيء يستعمل في اللغة الإنجليزية، لكن في استعمالات كثيرة. خلنا نشوف أول استعمال happening now. Near future actions. Near future actions. Longer action in progress. Longer actions in progress. Repetition and irritation. وآخر شيء عندي يا بنات explanatory phrases. إيش يعني explanatory؟ يعني هي الأشياء اللي استعملها يا بنات عشان أفسر لك حاجة أو عشان أوضح لك شيء. طيب زي ما قلت لكم هي عندي خمس استعمالات. أول شيء happening now اللي يحصل الآن، مثال I am drinking coffee now. I am drinking coffee now. I am drinking coffee now. يعني قاعدة أشرب الكافي الآن، قاعدة أتكلم عن شيء يحصل الآن. طيب longer actions in progress. Longer actions in progress هي يعني الأشياء أو الأكشنز، الأفعال أو الأمور اللي تسوينها. كيف أقول لكم؟ هي الأشياء اللي تاخذ وقت طويل، أنت لما تسوينها رح تاخذ منك وقت طويل عشان تنتهي أو عشان تشتغلين فيها. طيب مثال يقول لي the days are getting longer. The days are getting longer. شوية هذا المثال يلخبط، يعني مو مرة مثال على الأمثلة اللي تاخذ وقت طويل عشان تنتهي، بس يقول لك إنه the days are getting longer معناته الأيام قاعد تطول. يعني ما تلاحظون الأيام قاعد تطول أو اليوم مرة طويل؟ لما أحد يقول ما تلاحظون الأيام قاعد تطول، هذا راح استعمل فيه getting. get زائد ing، يعني الأيام قاعدة تطول. أوكي، طبعا الأيام هي تكون في الماضي والمضارع وفي المستقبل، لكن عشان أوضح لك إنها قاعدة تطول فراح أقول getting longer. أقدر أقول طيب يا بنات إيش الأمثلة اللي ممكن أو أبغى أمثلة على أفعال لمن أشتغل عليها بتطول أو بتاخذ وقت طويل مرة عشان أشتغل عليها؟ ممكن studying. أوكي، لأن لما أنت تذاكرين ممكن المذاكرة تاخذ منك طويل، ممكن 3 ساعات 4 ساعات، ممكن طول الليلة. فكيف أشرحها؟ بقول I am studying، إني قاعدة أذاكر والمذاكرة هذه ماخذة وقت طويل من وقتي. طيب المثال الآخر near future actions، يعني الأشياء اللي بتصير في المستقبل القريب. طيب وعندي الأشياء اللي تنعاد وتتكرر، مثال he is always complaining، إنه هو دائما يقعد ينتقد أو يتأفف من الوضع أو أي شيء. complaining يعني ينتقد ويتأفف من الوضع. حلو، وزي ما قلت لكم بعض العبارات اللي هي تفسيرية أو توضيحية. مثال hurry up the bus is leaving، قاعد أقول لك يلا بسرعة الباص بيروح، قاعد أوضح لك إنه الباص بيمشي في يلا تحركي. حلو، بس إحنا بنركز يا بنات الحين على happening now.
حابة تقرين عن الاستعمالات الأخرى تقدرين تبحثين عنها في النت، لكن الحين في المنهج إحنا حقنا الحين في درس اليوم راح نركز على happening now، الأشياء اللي قاعد تصير الآن. طيب بعد ما عرفت استعمالات المضارع المستمر، أنا الآن راح نأخذ أمثلة. طيب أمثلة من الكتاب، أوه سوري. طيب نرجع لكتاب ونقرأ الدرس عن إيش وناخذ الأمثلة عشان توضح لنا أكثر. طيب يا بنات شوفوا معايا، زي ما قلت لكم إحنا بناخذ يونت 7. يونت 7 ورح نتكلم في يونت 7 عن أربع أشياء. طبعا اسم اليونت out and about. طيب إيش يعني out and about؟ يعني أشياء تصير في الخارج، ورح نتكلم عن about، رح نتكلم عن أشياء ونوضحها أكثر. طيب يقول لي in unit 7 you learn how to use present continuous, talk about weather and sports, ask follow up questions to be friendly, use expressions like that's great and that's too bad. رح نتعلم يا بنات في اليونت هذه كيف نستعمل present continuous المضارع المستمر. رح نتعلم كيف نتكلم عن الجو وعن الرياضات، هي talk about weather and sports لها علاقة ب about، يعني رح نتكلم عن أشياء. حلو، رح نتعلم كيف تستعملين ال follow up questions عشان تصيرين لطيفة أكثر. إيش هي ال follow up questions؟ هي الأسئلة اللي تيجي سؤال بعد سؤال سؤال بعد سؤال، يعني ما توقفين المحادثة، واحد سألك سؤال أنت لازم تسألين سؤال عشان محادثتكم تستمر، عشان يوضح للشخص اللي قدامك انك مره لطيفه وفريندلي. حلو، طيب راح نتعلم عبارات زي that's great، وراح نتعلم برضو that's too bad، وراح نعرف الفرق بينهم ومتى استعمل that's great ومتى استعمل that's too bad وايش معناها. طيب في بدايه الوحده عندي كم صوره؟ عندي 3 صور ومرقمة 1 2 3، ويبغاني أوصل العبارات هذه اللي موجودة مع كل صورة، يعني كل عبارة وإيش تناسبها من الصور اللي موجودة. كي بنات، طيب عندي العبارات spring, fall, rainy season, season, okay, summer, winter, dry season. إذا العبارات spring, fall, rainy season, summer, winter, dry season. إيش يعني spring؟ أوكي بنات، قاعد يتكلم لي عن فصول السنة. حلو؟ طيب عندي spring، spring اللي هو الربيع، fall اللي هو الشتاء، summer اللي هو fall اللي هو الخريف، summer اللي هو الصيف، winter اللي هو الشتاء. إذن spring هو الربيع، fall اللي هو الخريف، summer الصيف، winter الشتاء. حلو؟ طيب طيب يا بنات عندي rainy season. إيش يعني rainy season؟ يعني موسم ممطر. rainy season معناته موسم ممطر، rainy يعني ممطر، season معناته موسم، dry جاف، season اللي هو موسم، إذا موسم ممطر أو موسم جاف. حلو، طيب أبغاكم توصلوا لي كل كلمة مع صورة مناسبة لها. أوكي عندي صورة من الواضح في ثلج، في snow، فراح يروح مع مين؟ راح يروح مع الشتاء، والشتاء ايش اسمه باللغة الانجليزية؟ winter. حلو، اذا one مع winter. طيب two، زي ما تلاحظون شكل الارض غرقانة وشكل كان في مطر، اوكي في مطر، شوفي مرة ملابسهم wet اللي هي غرقانة، اوكي يعني ايش؟ راح تكون برضو مو وينتر، نقول لها
rainy season يعني موسم ممطر، نقدر نقول عنها شتاء لكن الأفضل نقول عنها rainy season. لأن يا بنات شوفوا في بعض المناطق حول العالم مو بس تمطر في الشتاء، تمطر حتى في الصيف، تمطر حتى في الخريف، تمطر المهم تمطر في الربيع، فيقولون لها rainy season. طيب عندي هذا اللي قاعد يبحر أو يستعمل هذه السفن الشراعية، إيش نقدر نقول له؟ summer، واضح إنه في الصيف، حلو؟ summer رقم ثلاثة تروح مع summer، number one تروح مع winter، number two تروح مع rainy season. طيب يا بنات عندي بعض العبارات هنا على جنب توضح لي كل موسم إيش يصير فيه أو إيش المناخ في الموسم هذا، حلو؟ طبعا يا بنات أنا لما بتكلم عن حقائق علمية ثابتة ما تتغير، إيش راح استعمل؟ أي صيغة من صيغ أو أي زمن مناسب لها، راح استعمل المضارع البسيط، حلو؟ المضارع البسيط اللي هو عبارة عن be زائد verb plus s، تتذكرون ولا لا؟ المضارع البسيط، حلو. طيب بشرح يا بنات عن السمر، افرحش أقول، راح أقول it's hot and humid، it's hot and humid. راح أقول عن الصيف إنه hot and humid. إيش يعني hot؟ يعني حار، humid يعني رطب أو رطوبة، حلو؟ فأقول it's hot and humid إنه حار ورطب أو فيه رطوبة. طيب it's warm and sunny، it's warm and sunny. إيش يعني warm؟ يعني دافئ، sunny مشمس. طيب إيش هو يا بنات السيزن اللي يكون دافئ ومشمس؟ الخريف اللي هو الفول، اللي هو إيش؟ الفول. الفول هو اللي بيكون دافئ ومشمس. طيب it's cool، it's often cloudy. It's cool, it's often cloudy. إنه cool، cool يا بنات يعني الجو لطيف وبعض الأحيان يكون مغيم. إيش هو السيزن اللي يكون لطيف الجو فيه، ما هو بارد مرة ولا هو حار ولا هو مرة شديد برودة ويكون بعض الأحيان مغيم؟ اللي هو spring، الربيع. الربيع بعض الجو يكون لطيف وحلو فيه برودة بسيطة ويكون مغيم، إذا spring. طيب it's windy it's cold، it's windy it's cold. إيش هو season، إيش هو season اللي يكون windy فيه مرة هوا قوي أو يكون فيه رياح مع برودة؟ أكيد الwinter، الwinter. طيب it rains، it rains. It snows. العبارات هذه يا بنات استعملها للسماء عشان أوضح إن السماء تمطر أو قاعدة تمطر أو ممطرة، وعشان أوضح إنها تثلج فأقول it rains it snows، حلو؟ إنها تمطر، إنها تثلج أو ينزل منها ثلج، حلو؟ واضح معنا كل جملة يا بنات أو تبغوني أعيد لكم واحدة منهم؟ طيب نروح ندخل في الدرس. Listen A يقول لي away for the weekend، away for the weekend. إيش يعني away for the weekend؟ يعني بعيداً أو بعيداً، أوكي نقدر نقول away، away يعني بعيد. مثلاً بعيداً لأجل، لو بترجمها لكم حرفياً بقول بعيداً لأجل إجازة الأسبوع أو نهاية الأسبوع. إيش معناته؟ ممكن تيجي بمعنى أني أنا مسافرة أو رايحة أماكن بعيدة أو أقضي نهاية الأسبوع حقتي الويكند برا البيت، أوكي؟ طيب عندي يا بنات هنا San Francisco Saturday 3 PM Anita is working today right now she's listening to her messages.
يقول لي سان فرانسيسكو ساتردي 3 PM. ايش معناته؟ قاعد يوضح لي الوقت والمنطقة واليوم. مثلا يا بنات، اذا زي وحدة تحب تكتب يومياتها، اوكي، وحدة تحب تكتب يومياتها، او وحدة ممكن تقرأ الاخبار، ترى دائما يجيب لك زي كذا سان فرانسيسكو ساتردي 3 PM، انه في المنطقة الفلانية اليوم الفلاني الساعة الفلانية. فقاعد يقول لك سان فرانسيسكو ساتردي 3 PM، انيتا is working today. Right now, she's listening to her messages. يقول لك في سان فرانسيسكو يوم السبت الساعة 3 مساء أنيتا قاعدة تشتغل. Is working today، قاعدة تشتغل اليوم. بس اليوم right now، حالا أو الآن، she's listening to her messages، إنها قاعدة تسمع أو تستمع إلى الرسائل حقتها. طبعا الرسائل أكيد إنها رسائل صوتية. حلو، شفتوا كيف قاعد استعمل لي is working today, right now, she's listening. حلو، طيب نشوف أول رسالة سمعت لها أنيتا. يقول لي Saturday 8 AM أو 8:55 AM، Saturday 8:55 AM. Hi Anita, this is Yoko. I'm calling from Lake Tahoe. Lisa and I are skiing today. It's snowing here. It's so beautiful. What's the weather like in San Francisco? Give me a call. Bye. طيب نشوف ثاني رسالة. Saturday 11:15 AM. Hey Anita, this is Nathan. I'm in San Jose with Katie and Rob. They're playing tennis and I'm watching. It's nice and sunny here. I hope it's not raining there. Call me. Bye. طيب ثالث رسالة. Third message. Saturday 10:20 AM. Hi, it's Bill. Listen, Marcus and I are at the beach in Santa Cruz. Come and join us. Don't worry, we're not swimming. It's too cold. See you. حلو. طيب جتها ثلاث رسائل. نبدأ رسالة رسالة. عند الرسالة الأولى تقول لي Hi Anita, this is Yoko. I'm calling from Lake Tahoe. قاعدة تقول لها Hi Anita. يعني this is Yoko. قاعدة تقول إن هذه Yoko. صديقتها قاعدة تقول إن أنا Yoko. I'm calling from Lake Tahoe. قاعدة تقول إن أنا قاعدة أكلمك من البحيرة الفلانية. تقول ليسا and I are skiing today. تقول أنا وليسا اليوم قاعدين نتزلج. Skiing يا بنات هي تزلج على الجليد. Skiing معناته تزلج على الجليد. طيب It's snowing here. إنها قاعدة تثلج هنا. It's snowing here. حلو؟ قاعد تستعمل الـ ing عشان توضح إنها قاعد تثلج الآن، أو الجو الآن قاعد مثلج، أوكي؟ طيب It's so beautiful، إنها مرة جميل أو إنه مرة جميل. What's the weather like in San Francisco؟ تقول كيف الجو في سان فرانسيسكو؟ شفتوا كيف يا بنات؟ What's the weather like in San Francisco؟ Give me a call. Bye. إنه لا تنسي إنك تكلميني. Bye. Give me a call يعني أعطيني مكالمة أو كلميني قريبا. حلو. طيب ثاني رسالة يقول لي Saturday 11:15 AM. Hey Anita, this is Nathan. I'm in San Jose with Katie and Rob. They're playing tennis. يقول ها Hey Anita إنه هذا Nathan. أنا في سان جوز مع كيتي وروب. طيب They're playing tennis إنهم قاعدين يلعبون تنس. And I'm watching إنه أنا قاعدة أشاهدهم أو قاعدة أتابعهم يلعبون تنس. It's nice and sunny here. فقاعد يقول لها عن الجو ويقول لها It's nice and sunny here. شفتوا كيف قاعد يوضحوا لك أو يشرحوا لك كيف الجو؟ إنه هنا مرة الجو لطيف ومشمس. I hope it's not raining there. إنه أتمنى إنها ما هي ممطرة هناك. Call me. Bye. أو كلميني. مع السلامة.
طيب أو إلى لقاء أو وداعا. حلو، شفتوا يا بنات كيف كل واحد قاعد يشرح لها إيش يسوي، وكيف قاعد يشرح لها الجو، كيف قاعد يشرح لها الجو عنده. تمام. طيب آخر واحد يقول إنه ماركس and I at the beach، يقول أنا وماركس في البيتش اللي هو على البحر أو على الشاطئ. come and join us، تعالي ويعني شاركينا أو وقعدي معانا أو شاركينا الطلعة. don't worry we're not swimming، يقول لا تقلقين إحنا ما رح نسبح لأنه it's too cold، الجو مرة بارد. see you، يعني أشوفك بعدين. حلو. طيب يا بنات شوفوا معي، عندي التمرين هذا يقول لي can you complete these statements about Anita and her friend، يقول لي تقدرين تكملين لي هذه العبارات أو الفراغات أو الجمل عن أنيتا وأصحابها. فأباكم يا بنات تحطوا لي الأفعال المناسبة. عندي أول واحد when Yoko is at Lake Tahoe، ايش تتوقعون ياكو قاعد تسوي يا بنات؟ قالت لها في رسالة ايش قاعدة تسوي ياكو؟ سكيينج. حلو، سكيينج قاعد تتزلج. اذا نمبر 1 is سكيينج. سكيينج مع الاي ان جي. طيب نمبر 2 يا بنات، Marcus and Bill at the beach but they are space swimming، عندي ماركوس وبيل يا بنات على الشاطئ بس انهم ايش؟ سباحة. واضح انهم ما يسبحون، فراح احط not عشان انفي واقول انهم ما يسبحون. حلو. طيب نمبر 3، Katie is space tennis with Rob and Nathan space watching. عندي يا بنات Kate is what؟ أكيد قاعد تلعب تنس with Rob. طيب وNathan إيش قاعد يسوي؟ إيش نقدر نحط في الفراغ؟ Katie is playing tennis with Rob and Nathan is watching. الفعل المساعد المناسب is. طيب Anita's in San Francisco. إيش أقدر أحط في الفراغ؟ raining here أو there. It's raining there. It's raining. It is raining. It is أو أقدر أقول it's raining. ما أقدر أقول it's raining there يا بنات، لازم أحط الضمير مناسب وأقول إنها تمطر هناك. is raining مو معناتها إنها تمطر. حلو. طيب next. طيب شوفوا معايا يا بنات، إحنا أخذنا القاعدة أوكي، بس الآن أبغى أشوف أمثلة اللي جايبها لي الكتاب. طيب يقول لك عندي أول شيء I'm calling from home. You're working today. She's skiing with a friend. He's having fun. It's raining right now. We're swimming in the ocean. They're playing tennis. طيب بالنفي كيف أقولها؟ I'm not calling from home. You're not working today. She's not skiing with a friend. He's not having fun. It's not raining right now. We're not swimming in the ocean. They're not playing tennis. طيب I'm not calling from home معناته calling from home معناته أكلمك من المنزل. calling from home معناته أحدثك أو أكلمك أو أتصل فيك من المنزل. You're working today. Working today معناته أعمل اليوم. Skiing with a friend. أتزلج مع صديق. Having fun يعني يستمتع. Raining right now معناتها تمطر الآن. Swimming in the ocean
يسبح في المحيط. playing tennis يلعب تنس. طيب يقول لي the contractions isn't and aren't often follow nouns. يقول لك النفي يا بنات حق isn't و aren't الاختصار حقها دائما يجي بعد او عادة مو دائما عادة او على حسب استعمالك بس يقول قاعدة عادة هي تجي بعد النونس الاسماء زي Marcus isn't working Marcus and Bill aren't swimming. حلو يقول لك دائما الاختصار يجي بعد الاسماء. اوكي فيقول لك عادة يقول لك people usually use is not and are not after pronouns. حلو شوفوا شو يقول لي. يقول لي يا بنات النفي حق الاختصار حق النفي isn't و aren't قال لك انه عادة يجي بعد الاسماء صح ولا لا؟ طيب متى اختصر is not و قصي is و are يعني ما اختصر ال is وال are مع النات اختصرهم مع الاسماء او الافعال أو الضمائر. دقيقة لازم أكتبها لكم عشان توضح أكثر. شوفوا معايا أعطاني قاعدة قل لي يا بنات isn't و aren't نختصرها مع النفي في حال إنها جت after nouns example. طيب مثال مثلاً شيماء isn't studying. حلو اسمي أنا noun okay جاء بعده is not studying فأنا اختصرت الاس مع النات. حلو طيب يقول لي طيب في حالة ثانية يقول لك عادة العالم يختصرون الاس والار يعني تصير اختصار is بعدين not لحالها و are اختصار حقها اللي هي comma re بعدين not لحالها. متى تيجي كذا؟ تيجي after يا بنات pronouns اللي هي يا بنات ايش هي pronouns؟ الضمائر الفاعل I he she it they we it he she لا سوري I he she it they we وإيش بعد في شيء نسيته he she I they we أتوقع خلاص إن شاء الله ما نسيت ولا واحد منهم. يقول لك إنك تختصرين يا بنات الإز والآر مع الضمائر فقط. مثال سوري مو I لأن I ما تجي معها إز وآر تجي معها بس أم. طيب مثال example مثال he's not traveling. حلو شفت الفرق؟ يقول لك يا بنات اختصري اختصري is مع not فقط لما تيجي بعد الاسماء واختصري is و are مع ضمائر الفاعل فقط. لا اختصري لا are ولا لا تختصرين سوري لا تختصرين is و are مع not فقط اختصريها في حال وجدت الضمائر الفاعل تختصرينها فقط مع ضمائر الفاعل. تمام واضح هذا معناه في الملاحظة هنا. طيب يا بنات spelling لما بضيف ing للفعل او للاسم اي أيوة للفعل عادة كيف راح يتركب؟
يقول لي walking بس تضيفي معها ing. swimming لأن جاء بعد السويمينج يا بنات vowel اللي هو I فرح تدبلين الام، وهاف لأنها انتهت بإي تحذفين الإي وضيفين الإي إن جي. حلو؟ طيب عندي نمبر 1 يا بنات، نبغى نكمل الرسائل هذه. يقول هاي أنيتا it's Joe I hope you're not working today I not do anything. أبغى تضيفي لي يا بنات الفعل المساعد المناسب وتغيري لي صيغة الفعل وتخلينه في المضارع المستمر. فكيف راح نسويها؟ عندي I وعندي not وعندي do، لازم أضيف فعل مساعد مناسب وأحط النات وأخلي الفعل بصيغة المضارع المستمر. فكيف راح أسويها؟ عندي I ضمير فاعل، في الفعل المساعد راح يجي مختصر معه، راح أقول not doing anything today أو I'm not doing anything. So let's get together, give me a call. By the way, I call on my cell phone. See you. يلا الحين ضيفي الفعل المساعد المناسب يا بنات، و call خليها بالمضارع المستمر. كيف راح اسويها؟ I am calling. I am calling on my cell phone. See you. حلو؟ طيب number two. Number two. Hi Anita, this is Julia. I'm at the beach with Kim. We talk about work and things and we have a good time. حلو صح يا سارة، راح أقول we are talking. ليش؟ لأني قاعدة أتكلم معاها وأشرح لها إيش قاعد نسوي الآن، فراح أستعمل المضارع المستمر. We are talking about the work and things and we are having. لا خطأ، لازم نخليها في مضارع المستمر، فراح أقول we are having a good time. We are having a good time. ليش؟ عشان أشرح لها إنه إحنا يعني قاعدين وقتنا مرة ممتع أو قاعدين نعيش وقت مرة ممتع. حلو؟ طيب آخر شيء، there is no wind today so people فراغ not windsurf come join us. طيب are not okay people people يا بنات noun، إذا are not راح اختصرها مع not. aren't windsurfing. إيش يعني windsurfing يا بنات؟ اللي هو السفن الشراعية هذيك windsurfing. حلو، people are not aren't windsurfing. windsurfing اللي شفناها في بداية الكتاب. اوف غيرت صفحات، I'm sorry. غيرت الصفحة، خليني اغيرها ارجعها بس. هذه هي windsurfing، السفن الشراعية اللي كذا يبحرون بالسفن الشراعية. طب نمبر 3 يا بنات. Hey Anita, it's me Chris and I it's me Chris and I are at the baseball game. It's what rain right now. أبغى أقول لها قاعد تمطر الآن، فإيش راح أقول؟ It's raining. It's raining right now, so they stop the game.
كيف أقول إنهم راح يوقفون اللعبة الآن؟ they are stopping the game. So we come over to your place. أبى أقول لها إن إحنا جايين للمكان اللي أنت فيه. راح أقول we are coming over to your place. See you in 15 minutes. حلو؟ واضح يا بنات؟ طيب، إذا كان هذا درس اليوم كان عن المضارع المستمر. أتمنى أنه يكون واضح وكيف نستعمله وكيف نكون الجمل. طبعاً عشان تختبرون أنفسكم أتمنى أنكم تحلون أسئلة الواجب عشان تشوفون أنفسكم كيف وهل كل شيء واضح لكم. حلو؟ طبعاً ما في شيء أكثر من كذا، أتوقع كل شيء واضح، بس خلونا نراجع مع بعض كتاب الواجب الأسئلة عشان تحلونها. طيب، أول سؤال يقول لك write two sentences about the pictures. يقول لي أبغاك تكتب لي جملتين توضح لي أو توضح لي إيش صاير في الصورة. فأول صورة أنتوا زي ما تلاحظون جايب لك درجة الحرارة مرة مرتفعة وهذا مرة ميت من الحر. فعشان أشرح لك إيش هو الجو فتروح تقولين it's hot, it's sunny. طيب number two، إيش ساير؟ فيه ثلج وحالة وبرد، في إيش راح تقولين؟ It's مثلاً cold, it's snowy. طيب number three, number four, number five وهكذا. اشرحي لي أو أباك تحطي لي جملتين تبين إيش هو أو كيف أقول لك ربي تشرح لي وضعية الجو أو درجة الحرارة أو أي حاجة. طيب يقول لي أباك تجاوبي لي على الأسئلة هذه ويبغى تكون الأسئلة صحيحة. يقول لي how many seasons do you have in your city؟ يقول كم موسم عندكم في مدينتكم؟ what are they؟ طبعا احنا في السعودية بنات او مدري على حسب المنطقة اللي انت فيها عايشة ما عندنا الا موسمين صيف وشتاء. افرح تقول راح يسألك يقول how many seasons do you have in your city؟ راح تقولين we have two seasons. What are they؟ راح تقولين it's summer and winter. طيب أو مو it's للمفرد، راح تقولين they are summer and winter زي كذا. طيب number two يقولك what's your favorite season and why؟ إيش هو أفضل موسم عندك وليش؟ What kind of weather do you like؟ Cold weather, hot weather. يقولك إيش إيش الأجواء اللي تحبينها أكثر؟ الـ cold weather البارد أو الـ hot weather الحار. طيب طبعا تختارين وتجاوبين لي. طيب what's the weather like today؟ is it warm؟ يسألك كيف الجو اليوم، هل هو دافئ؟ تقولين لا مو دافئ، مثلا حار أو بارد أو في غبار أو أي شيء. حلو، وهكذا البقية. عندك طبعا هنا محادثات نفس الفكرة اللي في الكتاب، تروحين تحطين لي الفعل المساعد تضيفينه والفعل تغيرينه في صيغة المضارع المستمر. حلو؟ طيب أعطاك يا بنات الحين جمل، في باك تحطين إذا الجملة صحيحة هي تمثلك الآن أو لا، وجاوبي لي إذا الجواب خطأ جاوبي لي بالصحيح. أوكي؟ طيب يقول لي I'm eating dinner right now. إحنا ما قاعدين ناكل الدينر الآن. فرح تقولي لي false يعني خطأ. if فأكتبي إيش من جد أنت قاعد تسوين الآن. انفيل الجملة قولي I'm not eating dinner right now. I'm doing my homework. طيب وهكذا البقية. انفيل الجملة وبعدين أكتبي لي إيش من جد أنت قاعد تسوين الآن. أما الجملة الصحيحة لا تعدلين فيها أي شيء. حلو. طيب هذا آخر تمرين لدرس اليوم. إن شاء الله يا رب يكون واضح. أي أسئلة تقدرون تسألوني، أي سؤال ما تعرفوا تحلينه
تقدرين تسأليني برضو. طبعاً الناس اللي راح يتابعونا في اليوتيوب يقدرون يكتبون الأسئلة في الكومنت سكشن، والناس اللي عندي في الجروب يقدرون يكلموني ويسألوني. طيب، بالتوفيق للجميع ومع السلامة.